يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم جميعاً، كل سنة وكلنا طيبين. الحقيقة أنه يعني شهر رمضان وأعياد إخواتنا المسيحيين أجواء يعني كلها بهجة وكلها فرحة، يا رب دايماً يديم علينا الفرحة دي. وإحنا يعني في أواخر أيام رمضان الدراما يعني واخدة مساحة كبيرة من كلام الناس ومن يوم الناس، لأنه خلاص الأحداث كلها يعني ابتدت تظهر وكل الحكايات ابتدت تبان، فالناس متابعة بشكل كبير. والحقيقة عندنا موسم درامي رمضاني غاية في الروعة، ما بين الاجتماعي والكوميدي والأكشن والوطني والتاريخي، فعندنا وجبة دسمة شهر رمضان ده الحقيقة. ونحن دايما محظوظين بنجومنا المصريين، الحقيقة أنه الدراما المصرية هي الأساس طول الوقت، وإحنا كمصريين دايما محظوظين بفناننا اللي احنا بنتباهى بيهم قدام العالم. واحدة من الفنانات دول وأيقونة للفن المصري والعربي، ويعني إحدى السيدات الرائدات في صناعة السينما، هي الفنانة الجميلة يسرى، اللي دايما حاجزة ليها مكان خاص جدا في قلوب كل الناس. والحقيقة أنه هي حضورها في شهر رمضان وفي دراما رمضان مهم جدا بالنسبة للجميع. والسنة دي يعني هي اختارت الكوميديا وعاملة حالة من الكوميديا الاجتماعية بمسلسلها ألف حمد لله على السلامة، تركيبة جديدة ومختلفة، ويعني الناس كلها بتتابع والناس كلها شايفة نجوم جداد وشباب صغيرين. ويمكن هي بقالها كام سنة متعودة على مسألة التعامل مع الشباب، وإنها تخرج مجموعة من النجوم ودايما بتكون وش السعادة عليهم. لأنه ده تحدي مش سهل، إني أشتغل مع نجوم صغيرين وأنجح بيهم، لكن هو ده يعني اللي بيعمله الكبار اللي زي الفنانة الجميلة يسرى. هي دلوقتي معانا على التليفون. مساء الخير على حضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير. مساء النور، وكل عام ومصر كلها بألف خير وسلمينها وأقبطها وأحبابنا وأخواتنا، يا رب كلكم بألف خير والأمة العربية كلها بخير. يعني الحقيقة أنه رمضان السنة دي مختلف، وألف حمد لله على السلامة الكوميديا اللي احنا يمكن في رمضان بنبقى شوية مفتقدينها، لأنه بيكون التراجيدي والاجتماعي والحاجات دي غالبة على المسلسلات. حضرتك اخترتي الكوميديا السنة دي بألف حمد لله على السلامة. الحقيقة كنت حاسة أنه احنا مقصرين في حق الكوميديا شوية، وإحنا أساسا شعب بيحب الضحك، بيحب الفرفشة وبيحب إن هو يهزر ويضحك. الابتسامة دي على فكرة بتطول العمر، والضحك بجد أصعب من التراجيدي بكتير. فلما تضحكي من قلبك ده حقيقي بيجدد خلاياكي أساسا، وبيخليكي فعلا عندك إحساس مختلف غير الدراما. فكنت فعلا محتاجة ان انا اعمل كوميدي، والحمد لله ربنا وفقنا في اختيار الموضوع واختيار المخرج واختيار الستاف كله، والحمد لله ان احنا نجحنا النجاح العظيم ده. والحقيقة يعني يرجع الفضل لكل التيم ورك اللي اشتغل على كل صغيرة وكبيرة في الموضوع. أروح مع حضرتك لفكرة المسلسل، وهي مسألة انه أسرة مصرية كان بقالها كام سنة عايشة في كندا ورجعة، والحاجات اللي بيلاقوها لما يرجعوا، والتعامل مع التغيرات اللي حصلت دي، يمكن ده اتناقش في كام عمل قبل كده. عايز أعرف كانت وجهة نظر حضرتك في الورق لما قريتيه والنص والفكرة نفسها. هو الحقيقة الفكرة نفسها هي اللي بتديك المساحة انك تبقي في موقف يضحك، فاهمة قصدي؟ يعني انت ما بتفتعليش الضحك، انت الموقف هو اللي انت بتقع فيه هو ده اللي بيضحك. طبعا معانا كوميديانات مهمين، هم ليهم الافيهات بتاعتهم وطريقتهم، وده شيء اضاف جدا جدا للضحك عندنا. لكن انت لازم لما تختاري موضوع يضحك يعني كوميدي، لازم تعرفي هل الموضوع ده هو هيوصل لك انك انت فعلا توصلي لحاجه كوميدي ولا لا. لكوميديا الموقف زي ما حصل. الموضوع ده أنا عارفة أنه هو اتعمل كتير قبل كده، لكن أنا كمان في حتة مهمة قوي، أنك أنت بقالك كتير قوي ما طلعتيش النماذج البوزيتيف اللي هي الإيجابية. صحيح، دايما بنطلع كنا نماذج سيئة ونماذج إيجابية بسيطة، النهاردة بنطلع النماذج الإيجابية أكتر بكتير من النماذج اللي هي الغير إيجابية.
التعامل مع شيماء سيف، وده مش اول تعامل ما بين حضرتك وما بين شيماء سيف، والحاله اللي بتعملوها في المسلسل. لا لا بصي، انا كتير وقفت التصوير عشان كنت انا بضحك يعني، في هتلاقيني مرات بدور وشي وبحط ايدي على وشي وحاجات كده اهوت، لان طبعا شيماء ومحمد ثروت قتلني من الضحك هما الاثنين. والحقيقه كمان ايمان السيد والاستاذ محمود، ويعني ما فيش حد اوتاكا، يعني ما فيش حد ما كانش بيضحكني. اوتاكا في مشهد بيني وبينه انا وقفت التصوير 100 مره لما فتحت الباب وانا منكوشه، وراح قافل الباب وقال لي لا لا انت مش سميحه، يعني طريقته انا ما كنتش متوقعه انه هيعمل كده، بس انا كنت بقع من الضحك منه. يعني الحقيقه انا محظوظه ان انا كان حواليا ناس وفنانين مهمين جدا ووجوه جديده واعده جدا جدا جدا، زي ادم الشرقاوي، زي ميان، زي عنبه، زي احمد عبد الوهاب، الحقيقه كلهم واعدين جدا جدا جدا، وكل الشباب معجبين بيهم جدا. عنبه كان يعني السوشيال ميديا كلها بتتكلم عنه، وما كانتش متوقعه ولا متخيله انه التمثيل ده يخرج منه، دي تجربه تمثيليه اولى قدام يوسف. اول مره في حياته يقف قدام كاميرا يمثل، على سجيته جدا جدا وما بيعملش مجهود، وطبيعي وجميل وابن بلد، وتحسي ان هو واحد منك يعني حته منك كده. هو يعني يمكن قال كتير انه انا حاسس انه الفنانه يسرى هتبقى وش السعد عليا. بس هو كمان ولد زي الفل، عايزه اقول لك ان هو اخلاقيا كمان زي الفل، الولد نظيف وزي الفل وموهوب ومتربي، ويعني الحقيقه يعني كلهم ادم كده، ميان كده، احمد عبد الوهاب كده، الحقيقه كل الشباب الجديد عنده اخلاقيات كده حلوه جدا جدا جدا، تحبيهم بجد بجد. ما يعني مش قادره احكي لك لما حد فيهم كان بيتاخر بس مثلا 10 دقائق، لو تشوفي الاعتذارات كلهم ملتزمين، كلهم عايزين ينجحوا، كلهم بيحبوا بعض، كلهم فرحانين انهم بيعملوا موضوع حلو وجديد، وفرحانين ان احنا كلنا سوا. استاذ عمرو صلاح يعني برضو ادانا مساحه ان احنا نعمل اللي احنا نفسنا نعمله، يعني ما كانش متزمت ان هو يقول لك لا ما تعمليش او لا تعملي، لما كان بيلاقي حد بيقول حاجه تضحك هو كان بيضحك اول واحد فينا، يعني فاهمه ازاي؟ فكان بيوافق. ده في حد ذاته الكواليس لما تبقى حلوه كل حاجه بتطلع بتظهر على الشاشه كمان، والدعم اللي هم يلاقوه من يعني نجوم لسه اللي ليه كذا عمل زي ميان السيد واحمد وادم الشرقاوي، لكن نجوم لسه بيطلعوا لاول مره لما يلاقوا الدعم ده من فنانه كبيره بحجم يسرى. وعايزه اقول لك يعني استنيهم في اعمال كبيره هينجحوا فيها، لانهم هم الحقيقه كلهم موهوبين، كلهم بدون استثناء. مسألة المواهب دي وإنه يبقى عندنا جيل من الموهوبين الصغار، حضرتك بتشوفي إنه ده مسؤولية النجوم الكبار زي يسرى وغيرها إنه ندعم المواهب دي ونخرجهم للنور؟ زي ما كنت في يوم بتمنى إن نجم كبير يعني يصدق فيا ويؤمن بموهبتي ويقف جنبي، زي ما أنا النهاردة دوري إن أنا أدي الفرصة للناس اللي تستاهل الفرصة الحقيقية. اصل في ناس كتير قوي تقول لك ايه اصل انا عايزه امثل، تيجي يجي ممثله وتلاقيه ما فيش، انت فاهمه قصدي؟ انما هو مش عارف ان هو مش عارف يمثل، او هي مش عارفه انها هي مش عارفه تمثل، لكن في ناس موهوبه لازم تستحق الفرصه، وده يعني اقل شيء انا ممكن اقدمه لهم. بالعكس عايزه كمان اسال حضرتك على مساله انه في مجموعه من المشاهير الخاص بالسوشيال ميديا موجودين في المسلسل، هل ده ليه علاقه بجذب الجيل الصغير انه يتفرج اكتر ويتابع اكتر؟ هي الفكره جت الحقيقه لما شفنا الشبه بتاعهم مع المشاهير محمد صلاح ومبابي، يعني مو صلاح مين ما بيحبش مو صلاح؟ كلنا، انا اول واحده بحبه حب غير عادي وبحترمه جدا وبحبه جدا وشايفاه مثل رائع لأي شاب في الدنيا، مش بس أي الشباب المصريين، أي شاب في الدنيا هو مثل رائع لأي شاب في الدنيا عنده طموح وعايز يوصل، فهو نموذج جيد جدا لكل الشباب.
كذلك ميسي، كذلك كل الشباب اللي طلعوا معانا. عايزه اقول لك ان انا كنت فرحانه بيهم جدا جدا جدا، وهم كمان يعني مؤدبين وطيعين وعايزه اقول لك انهم فعلا كانوا مكسوفين جدا وهم بيأدوا معانا، بس احنا فكناهم زي ما بيتقال، لانه فرصه كبيره اني اتواجد في عمل في الفنانه الجميله يسرى. اعتقد هم حلوين، الناس حلوه، الناس دي طيبه وحلوه، وده بيشجع انهم يقدموا احسن ما عندهم. ولما اتصورت معاهم انا كنت فرحانه بيهم، فرحانه بوجودهم، فرحانه ان هم معانا، وفرحانه ان فعلا الشبه قد كده. يعني مش معقول لدرجه انك انت يعني ما تتصوريش ان في شبه كده. صحيح. عايزه من حضرتك رساله للجمهور المصري، يعني واحنا في رمضان وداخلين على الاعياد وبعد هذا الموسم الدرامي الرمضاني. عايزه اقول لكم كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله ربنا يدينا الخير والصحه والستر والعافيه، ويبعد الوباء والبلاء عننا يا رب العالمين، وان شاء الله كده كل ايامنا تبقى فرح وسعاده، وكل سنه وانتم بألف ألف خير. وسعيدة ان انا قدمت لكم بسمة حلوة انتوا فرحانين بيها ومبسوطين بيها. احنا سعيدين جدا جدا بوجودك معانا النهاردة في التاسعة، الفنانة الجميلة يسرى ايقونة الفن المصري والعربي. شكرا جزيلا على وجودك معانا، وكل سنة وحضرتك بخير. اشكرك وانتوا جميعا طيبين، ميرسي قوي. شكرا جزيلا. نروح مع حضراتكم دلوقتي لفاصل ونرجع نكمل برنامجنا، خليكم دايما مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. مين فينا ما كانش بيحب فوازير رمضان، وكان بالنسبه لنا حاجه ثابته في رمضان فوازير نيلي وشرهان والجميل سمير غانم، وقعدنا سنين شايفين ان ده مختفي وصعب، ولما كان بيتعمل ما كانش بيتعمل بالشكل اللي احنا كنا متعودين عليه. اعتقد انه دي صناعه صعبه ومش سهله، لكن عندنا الحقيقه مواهب تقدر تعمل ده، ويمكن الموهبة اللي احنا دايما بنشوفها وكل الناس بتشاور عليها وبتحبها هي الفنانة الجميلة دنيا سميرة غانم. عندها يعني مواهب متعددة فنية بنشوفها من التمثيل والرقص والغنى، ويمكن كانت لسه عاملة مسرحية أنستونا مع المخرج خالد جلال وكانت يعني مكسرة الدنيا. والحقيقة انه هي في رمضان في النص الثاني من رمضان ابتدت بمسلسل جات سليم، وعودة ليها لدراما رمضان اللي الناس كانت بتفتقدها فيها. وتعليقات السوشيال ميديا يعني تعليقات غاية في الجمال على الاستعراضات والأغاني والحالة الجميلة اللي هي تعتبر معادل معاصر لألف ليلة وليلة. أكيد عمل ضخم وعمل الناس يعني بتسعد بيه في رمضان، خصوصا أنه عمل تقدر تخلي الأطفال يشوفوه وانت مش قلقان، ويتفرجوا عليه وانت يعني قاعد مطمن، وبيعمل حالة من البهجة عند الناس كلها. عمل زي ما كنت بقول لحضراتكم أكيد ضخم وراء مخرج كبير. دلوقتي احنا معانا على التليفون المخرج اسلام خيري، ويمكن هو كمان كان حريص على تقديم تفاصيل يعني خاصه جدا من خلال حلقات جات سليمه. مساء الخير على حضرتك، كل سنه وانت طيب، والف مبروك جات سليمه. مساء الفل، وكل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه وكل المشاهدين بخير. كنا بنتكلم على انه مساله الفوازير والصناعه دي ما هياش صناعه سهله، وبقى لنا سنين الفوازير غايبة عن دراما رمضان. ده حقيقي، صناعة مكلفة وصعبة ومحتاجة يعني عزيمة وفلوس ووقت كده، ما هياش حاجة سهلة تقدمها. وفكرة الورق انه يبقى في ورق بيقدم العالم الخيالي اللي احنا شايفينه ده، والاستعراضات، وانه يعني نرجع شوية بالزمن ونشوف الاستعراضات الهائلة اللي احنا شفناها داخل مسلسل جات سليمة، ده تم ازاي؟ والله هو زي ما بقولك، هو يعني الاول طبعا في قلق دايما عند الصناع انه كل ما الفترة بتطول ما بين اخر حاجة ناجحة والجديد الناس بتقدم رجل وتأخر رجل، تحدي هنا اكبر من المقارنات. لانه احنا في ذهننا شريهان ونيلي وسمير غانم عملوا يعني تاريخ كبير، فدايما الخوف من المقارنات ده كان بيبقى عامل مهم. العامل الثاني انه
النوع ده بيحتاج عدد ساعات طويلة في التنفيذ ومجهود كبير وملابس وده بينعكس على التكاليف، فهو بيحتاج تكلفة كبيرة جدا أكتر من الأعمال العادية المعتادة. لما توفرت الظروف دي ان كان في نص مناسب ورغبه من الدنيا ومن شركه الانتاج وسبكي والمتحده ومكانين كبار يعني طبعا، ده كان اهم حاجه انه يتوفر الموضوع والرغبه انه نطلع عمل بشكل كويس. ودايما الاستعراضات اللي بالضخامه دي بتكون عنصر جذب مهم جدا داخل العمل. طبعا هو لسه في كمان يعني يتقدم جزء ولسه في القناه اللي جايه هيبقى في مجموعه ثانيه ان شاء الله. وفي خط كوميدي كمان جوه المسلسل واضح جدا ونجوم كوميديا كبار موجودين في المسلسل، يعني الخلط ما بين فكره الاستعراضات والكوميديا او اللايت كوميدي كان ماشي ازاي داخل المسلسل؟ والله هو بصي الحدوته هي اللي واخدانا كلنا بنعملها، انه يعني خالد الصاوي مثلا ما هوش محسوب على انه ابطال الكوميديانات في مصر، هو فنان قدير بس يعني مش كوميديان، هو عنده الملكه فالنص مثلا بيساعد. الاستاذه سلوى محمد علي ما هياش كوميديانه بس في لمحه في الشخصيه بتاعتها في اللي مكتوبه، كل الادوار كده يعني الحدوته فيها الحس الكوميدي الملائم اللي بتقدم، ف زائد انه الكوميديا بتقرب مسافات كبيره ما بين التلقي والموضوع اللي بنقدمه، فكنا حريصين انه قدر الامكان لو نقدر نعمل ده نعمله، فده حصل الحمد لله بشكل لحد دلوقتي كويس. ومسألة انه نجاح العمل مع الاطفال وهو ما هوش عامل يعني عمل خاص بالاطفال، لكن الحقيقة انه يعني كل الاطفال بتتفرج، اكيد حضرتك متابع السوشيال ميديا ومتابع اللي بيتقال على السوشيال ميديا، الاهالي اطفال ومراهقين كمان مشدودين للعمل بشكل كبير. والله دي حاجة طبعا تسعدنا كلنا يعني كصناع للعمل، طبعا حاجة جميلة. الواحد طبعا ما لحقش قوي يشوف ردود الافعال لانه احنا لسه بنخلص بقى خلاص تصوير بنقفل ولسه المونتاج يعني في المراحل النهائيه، فده مخلينا مش لسه عارفه مش قادره تتابع قوي اللي حاصل، ولكن طبعا وصل ومنعكس علينا يعني وصل لنا باشكال كثيره وحاجات بتسعدنا. شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا المخرج اسلام خيري، شكرا جزيلا على وجودك معنا والف مبروك جت سليمه. مكملين مع حضراتكم ودراما رمضان، ومن المسلسلات اللي عامله حاله يعني من الجمال والمشاعر كده الحلوه جدا عند الناس كلها والناس كلها مشدوده لها والناس كلها بتتكلم عنها السنه دي في رمضان، هو مسلسل تحت الوصايا للنجمه منى زكي. الحقيقه انه بيناقش قضيه مهمه جدا جدا، الناس كلها مشدوده بتتفرج من بدايه العرض وهو ابتدى في النص الثاني من رمضان والناس كلها قاعده وبتتفرج. من الادوار المنوره جدا في المسلسل شخصيه سناء اخت نجمه منى زكي واللي بتقدمها لنا الفنانه الجميله مها نصار، وبتلعب دور مهم جدا في الاحداث وبنشوف دعمها لاختها وازاي قدرت انها تقدم الدور ده ببراعه كبيره. الحقيقه كمان موجوده في دراما رمضان السنه دي في سوق الكانتو وكمان في ضرب النار. دلوقتي معانا على التليفون الفنانه مها نصار، اهلا بيكي وكل سنه وانت طيبه والف مبروك اعمالك في رمضان. كل سنه وانت طيبه وكل المشاهدين طيبين وبالف خير يا رب. ميرسي جدا. عاملة حالة يعني رائعة من المشاعر كده والدعم اللي احنا شايفينه، ويمكن الحاجات الإنسانية دي بتأثر في الناس بشكل كبير. أنا هنا بتكلم على تحت الوصايا مع الفنانة منى زكي، والدور قوي جدا والحقيقة إن أنت مقدماه بشكل تلقائي وطبيعي قوي. الحمد لله الحمد لله، أنا اتشرفت جدا بالشغل مع منى زكي النجمة الكبيرة منى زكي،
واتشرفت جدا بالشغل مع استاذ محمد شاكر خضير ومع كل الكرو والكاست الكبير اللي في المسلسل. احكي لنا بقى عن ترشيحك للدور جه ازاي، واول ما قريتي الورق كنت شايفه ان الدور ده هيمشي ازاي؟ رد فعلك كان عليه عامل ازاي؟ القضيه اللي بيناقشها المسلسل وهي قضيه مش سهله. بصي انا الاول معلش بقى اعذريني عشان عندي برد. الف سلامه عليك. الله يسلمك. بس انا هقول لك على حاجه، انا ترشيحي جه من استاذ محمد شاكر خضير. كلمني المنتج الفني هاني عبد الله وقال لي انا احنا عايزينك معانا في المسلسل تحت الوصايه، واستاذ محمد شاكر مرشحك وعايزك. قلت له انا معاك، وانا ما كنتش اعرف الموضوع ايه كويس. وقال لي منى زكي، بس انا كان نفسي طول عمري اشتغل مع استاذ محمد شاكر خضير ومنى زكي. فانا وافقت من غير ما اقرا، ما اعرفش الموضوع ايه كويس. لما قريت الموضوع حبيت جدا، حبيت المسلسل جدا، لان المسلسل فيه بيناقش قضيه مهمه قوي. يعني كلنا تقريبا، او انا كان بالنسبه لي القضيه دي مفاجاه بالنسبه لي، ما كنتش اعرف عنها حاجه. فابتديت اقرا عن الموضوع وعن القوانين اللي في الوصايا بتاعه الاطفال. فلا الموضوع مهم جدا. وبعد كده مشاهدك وردود افعال الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على مشاهدك، والمشهد اللي كنت فيه بتتخانقي مع جوزك عشان تسلم منى زكي لاخو جوزها، ومشاهد عامله يعني حاله من الترند كده بين الناس، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كل الناس بتتكلم عن الدور وادائك للدور، انت كنت متخيله انه ده هيحصل مع بدايه المسلسل؟ احنا لسه يمكن يعني كم حلقه من المسلسل. بصي انا كنت متخيله ان تحت الوصايا الناس هتحبه جدا. من واحنا بنصور قلت لهم المسلسل ده هينجح جدا، احساسي كويس. لكن ردود الافعال الكبيره دي لا، كانت كبيره بصراحه. يعني حتى على دور سناء ده، اصل سناء شخصيه حقيقيه. يعني بنت اعتقد انه ده الفارق في تحت الوصايا، الناس حاسه انه بيقدم واقع وشخصيات حقيقيه، مش حاسين ان احنا بنتفرج على مسلسل. انت حاسه ان الشخصيات دي انت تعرفيها وقابلتيها قبل كده كويس. فسناء شخصيه بنت جدعه طول الوقت دافع، وطول الوقت في ظهر اختها، ظهر وسند ليها. ومين ما يحبش ان يبقى في حياته حد زي سناء؟ طبعا. كويس، حد يبقى موافق على مصدق اللي انت القضيه بتاعتك. هو مصدق فيها، هو في ظهرك طول الوقت، خايف عليكي، بيحبك. لا طبعا كلنا نحب شخصيه زي دي تبقى في حياتنا. كنت بتقولي انه كنت عايز تشتغلي مع المخرج محمد شاكر خضير، اكتر حاجه كان بيقولها لك ايه في الكواليس؟ استاذ محمد شاكر مخرج مختلف. يعني انا بعد فتره من الشغل معاه، هو مركز جدا في الشغل، جدا في الشخصيات. هو شايف، عنده رؤيه. احنا بنشتغل ومش فاهمين، هو برضو هو ليه رؤية خاصة كويس. هو شايف المسلسل كله على بعضه بعد ما يخلص. انت بتبقي برضو مركزة في دورك وشخصيتك. بعد فترة انا اللي قلت له بقى، قلت له استاذ محمد احنا، انا مش حاسة ان انا بمثل. يعني انا لفت نظري الموضوع كذا مرة كويس، ان قد ايه انا حاسة ان انا مرتاحة، أخدا نفس عميق كده وبمثل، عارفة الإحساس ده؟ فلا الشغل معاه مريح جدا، وحبيت الشغل معاه جدا. وحقيقي هو مخرج مختلف، وحقيقي مخرج عنده رؤية خاصة بيه هو، وحقيقي ليه طعم، الشغل معاه ليه طعم مختلف. أنا كمان عايزة أبارك لك على ضرب نار، وعاملة دور سحر صاحبة مهرة الفنانة ياسمين عبد العزيز، ولسه كان في مشهد خيانة امبارح تقريبا، وخناقة مشتعلة. أنت مقدمة أدوار كلها ملهاش دعوة ببعض، وأعتقد إن ده مش سهل في موسم واحد يعني. ده حقيقي. بصي أنا حبيت الشغل مع ياسمين عبد العزيز جدا. يعني هي شخصية مرحة، مركزة في شغلها جدا، دقيقة جدا كويس في الشغل، عايزة تقدم أفضل حاجة للجمهور.
بتحب زمايلها جدا، عايزه كل الناس تطلع في احسن حالاتها. فانا كنت محظوظه حقيقي ان انا شغلي كله معاها، فدي تجربه بالنسبه لي ممتعه. وكمان سوق الكانتو البنت بقى المصريه، واكيد الخناقه اللي حصلت بيني وبينها دي اكيد مش بس أكيد الناس شالت منك جامد. يعني احنا خلصنا خلاص الشغل وقعدت اضحك انا وهي وحضنا بعض اليوم ده، يعني ده لكن حقيقي. بتشوفي جمهور السوشيال ميديا بيبقى متفاعل ازاي مع الموضوع وبنبتدي نلاقي ترندات. ايوه انا قريت حاجه برضه ده حقيقي، بس لا المشهد ده تحديدا انا وياسمين حضنا بعض بعد المشهد ده. والتفاعل ده عامه بيبقى من حب الناس في المسلسل وحب الناس في الشخصيات ومن حقيقي. كتر ما هم مصدقين ده حقيقي. طيب كمان سوق الكانتو مقدمه البنت المصريه بقى الـ يعني من الـ يعني الـ البنت المصريه التقليديه شفناها في سوق الكانتو، قريبه الفنان امير كراره وعامله برضو شخصيه مختلفه. ده حقيقي، بس عايزه اقول لك على حاجه، هو سوق الكانتو شخصيه متعبه جدا بالنسبه لي، مرهقه، لان انت بتجيبي كلام قديم ما بقاش موجود دلوقتي كويس، وبتشتغلي عليه وبتشتغلي على بنت لازم تبقى مختلفة عن الزمن اللي احنا فيه، لأن ده زمن من 100 وحاجة سنة. بترجعي لمين عشان تقدري توصلي للأداء ده؟ بترجعي لورا قوي، فعندك حاجات كتير قوي ما كانتش موجودة، ولا وسائل اتصال ولا، فالناس كانت أكتر هدوء. يعني عصر مش سريع، فعشان تجيبي العصر اللي مش سريع ده بيبقى عايز محتاج تركيز كبير قوي. وانا كنت بقولك بترجعي ازاي او بترجعي لمين عشان توصلي للاداء من عصور مختلفه ما شفناهاش، ايه ادواتك في ده؟ انا السؤال ده اتسالته كتير جدا. بصي انا بقرا عن الزمن وبتخيل، يعني ببتدي اشتغل على ان الزمن ده ما كانش فيه اي حاجة من زماننا، فبتبتدي ترجعي بقى بخيالك، لازم خيالك يبقى وقرايتك وشغلك وفرجتك، كل الحاجات دي بتبتدي تجمعيها وتعملي حاجة ليكي انت خاصة هتحسيها. أنا حسيت فاطمة إنها هتبقى كده. بالصورة اللي إحنا شفناها في سوق الكلام. بالصورة دي، أنا ببارك لك يعني إن شاء الله مزيد من النجاح والتألق، ويعني كل النجاح في باقي الحلقات اللي موجودة في رمضان. شكرا جزيلا وألف سلامة عليك. شكرا، ميرسي ميرسي خالص. نورتينا وأسعدتينا الفنانة الجميلة مها نصار، شكرا جزيلا على وجودك معانا. دلوقتي أسيب حضراتكم مع فاصل، نرجع بعد ونكمل حلقتنا، خليكم دايما معانا. من الحاجات الجميلة اللي بتحصل في دراما رمضان ان احنا بنشوف وجوه جديدة دايما في دراما رمضان، واللي خارج من أسرة فنية وزي ما بيقولوا كده ابن الوز عوام، يعني الأب والأم والعمة فنانين كبار ومتميزين، وده حال الفنانة الشابة الجميلة مريم أشرف زكي، أحدث الوجوه الفنية اللي انضمت لدراما رمضان السنة دي، وخاضت أولى تجاربها كممثلة قدام والدتها النجمة الجميلة روجينا في مسلسل سته. هنعرف منها التفاصيل والكواليس والحكايات اللي حصلت معاها أثناء التصوير. مريم النهاردة مشرفونا في التساعة، أهلا يا مريم ومبروك. ميرسي ميرسي، أنا مبسوطة قوي إن أنا هنا وأول برنامج أعمله بمناسبة المسلسل، ففرحانة قوي قوي. أنت منورانا يا مريم. ميرسي. عايزين نحكي للناس بقى حكاية شخصية بوسي اللي أنت بتقدميها في مسلسل ستهم. أوكي. الموضوع جه ازاي؟ انت اللي رحتي قلت لهم انا عايزه امثل، ولا الموضوع بدا ازاي؟ هو انا دايما بقول لهم ان انا عايزه امثل يعني من السنه اللي فاتت، بس هم يعني اللي هو ان شاء الله هتمثلي مش عارفه ايه، هم عايزيني دايما انا اشوف الموضوع ده لوحدي وانا اللي اجرب لوحدي، وكمان هم عارفين ان انا المذاكره والجامعه والحاجات دي، فما كانوش عايزين ياخدوا ريسك. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 18 سنه في اول سنه جامعه، فما كانوش عايزين ياخدوا ريسك بقى وابقى الجامعه والحاجات دي. عايزينك تركزي في المذاكره. بالظبط. لا عايزيني كمان لو همثل هبقى مركزه 100%. بس يعني تقريبا بقى عشان بدرس تمثيل كمان، فهم شافوني ان انا فهمت قوي وبدرس كمان اخراج ففهمت قوي. ده المجال اصلا اللي انت حباه او بتدرسيه من الاول؟ هو اصلا لما جيت اختار انا مفيش اي حاجه تانية كانت في دماغي غير ان انا هاخد تمثيل وهاخد اخراج كمان عشان ابقى فاهمه كل حاجه.
فشافوني بقيت فاهمه بقيت عارفه فادوني الفرصه دي. ومش ماما بس ولا بابا او كده، هو كمان المخرج والمؤلف رؤوف عبد العزيز وناصر عبد الرحمن هم كمان ادوني الفرصه دي، وهم دايما بيشوفوني في البيت وكده، فحسوا ان انا يعني ليق عليا الكاركتر مع انها مختلفه قوي عني بس فيها برضو مني. كل الناس اول ما شافوكي كانوا بيشبهوكي بالفنانه الجميله ماجده. كل الناس، وانت فعلا ملامحك شبهها قوي جدا، ودي حاجه يعني حتى يعني دي حاجه طبعا تبسطني ان انا شبهها، وكمان انا لاحظت ان انا تمثيلي شبهها بالظبط. يعني كانوا حاطين فيديو التمثيل بتاعها من مسلسل وانا من المسلسل ده، ولا زي بعض بالظبط. هي كانت في دماغك يعني وانت عايزه تشتغلي ممثله، انت شايفه عايزه تاخدي انهي خط؟ لانه انت من عيله فنيه كبيره ما شاء الله، فهل انت حاسه انه انا هتفرج على حد فيهم ادائي هيبقى قريب لحد فيهم؟ ايه اللي في دماغك وانت لسه بتبتدي كده؟ ايه الاعمال اللي انت نفسك تعمليها؟ يعني انا حاسه ان انا دايما لو في دماغي حد، دماغي ماما طبعا. يعني اللي هو عايزه ابقى زيها، عايزه نفس اللي هي مرت بيه، نفس كل حاجه. في البيت مين فيهم قال لك الاول، بابا ولا ماما، انه عندك موهبة في التمثيل؟ لا مش عارفة. حدش هيزعل. مش عارفة فعلا، هم يعني هم ابتدوا يشوفوا الموهبة دي لما ابتديت امثل فعلا. يعني لما اول شوت على الكاميرا قالوا لا دي فعلا لا شاطرة بس، ف يعني اظن ان من الوقت ده، بس هم اكيد شايفينها فيا. روجين قالت لك ايه بعد اول شوت ده؟ لا انا اعتقد ان هي كمان كأم بقى هنا مش فنانه، هي تبقى قلقانه جدا جدا انت اول مره قدام الكاميرا جدا، واللي هو هي امي، فاللي هو اكنها بتذاكر لي بالظبط، اللي هو اعملي ركزي في الحته دي مش عارفه ايه، واللي هو كانت موتراني، وانا اللي هو مش عايزه اعمل حاجه تضايقها، عايزه. قالت لك ايه اول يوم تصوير؟ يعني ايه الحاجات اللي كانت بتقولها لك وانت داخله؟ لا هي كانت مشدودة جدا متوترة طبعا عشان انا كنت موجودة وكده، بس حقها يعني طبعا بنتها، واللي هو لسه اول مرة فاكيد متوترة لي وعايزاني اطلع احسن حاجة وكده. وبس اول مشهد عملناه لا هديت جدا، والمشهد بينك وبينها كان اول كان اول ظهور ليا ككاركتر في المسلسل، وكان اول مشهد امثله في حياتي. فالاثنين يعني كانوا اللي هو شدينها طبعا في الاول، بس خلصنا المشهد من هنا ارتاحت تماما، اطمنت وبس. والمخرج رؤوف عبد العزيز قال لك ايه بعد اول مشهد؟ لا طبعا هو بجد، هو من غيره انا الشخصيه دي ما كانتش هتطلع بالطريقه اللي هي طلعت بيها. انا في حاجات مثلا ممكن تقع مني في الشخصيه، هو يقول لي لا هي مثلا الشخصيه دي بتاكل بالطريقه دي، الشخصيه دي فكري كده يا مريم انت دلوقتي مش عارفه ايه، فلا كان بيوجهني توجيهات من غيرها انا الشخصيه دي ما كانتش هتطلع بالطريقه اللي هي طلعت بيها دي. انت بتقولي ان الشخصيه مختلفه عنك، ده بيبقى اصعب ولا اسهل؟ يعني لو شخصيه مش شبهي هستعد لها ازاي؟ هعمل ايه؟ أصعب طبعا، بس الواحد برضو بيدور على الحاجة اللي ممكن تبقى شبهي ما بين أنا والشخصية دي. يعني الحاجة اللي أنا بحس إن أنا في مريم في بوسي برضو، إن بوسي عندها طموح حتى لو حياتها كلها مش كويسة، بس أنا بحس إن هي عندها اللي هو مرحة كده من جواها، أنا بحس الكاركتر كده، وأنا بحس إن ده أنا، يعني بحس إن أنا مرحة قوي من جوايا. إيه رأيك في مسألة إنه أولاد الفنانين الناس تقولك الطريق سهل قدامهم واكيد هيمثلوا واكيد هيبقوا محظوظين وعندهم فرص، انت بتشوفي الكلام ده بيبقى لصالحكم ولا بيظلمكم؟ انا بحس ان الموضوع العكس تماما، انا بحس ان الموضوع بيبقى اصعب بكتير جدا. عشان اول حاجه محدش يعني كاولاد فنانين الفنانين نفسهم مش هياخدوا ريسك فينا واحنا نطلع مش كويسين، مش قد الريسك ده، فانا بحس ان الموضوع بيبقى اصعب عشان احنا بنحتاج نثبت نفسنا اصعب اكتر من اي حد. فالموضوع بيبقى اصعب مش اسهل، انا حاسه بكده يعني بيرسونالي. تابعتي ازاي السوشيال ميديا وردود افعال الناس بعد اول مره تمثيل؟ الواحد بيبقى عايز يسال كل الناس انا عامل ازاي. أيوه. انا طب انا ايه اللي ممكن اعمله يخليني احسن من كده؟ يعني ممكن يكون انتقاد لكن انتقاد بناء. شفتي ده ازاي؟ تابعتي ايه؟ مين قال لك ايه؟ احكي لنا كده. انا الفيدباك على ستهم كان الصراحه فرحني، وكان يعني اكتر واحسن مما توقعت بكتير. احنا كنا قاعدين بنفطر وبعد كده مكالمه من عمتي، ايه الفظاعه دي، انا قعدت اعيط ومش عارفه ايه. لا فرحتني جدا، انا ما كنتش متخيله ان انا هسمع مكالمه زي دي منها بالذات، فاللي هو خلتني اقول انا هتفرج على الحلقه انا هنبهر بنفسي جدا، انا لو طلعت اقل من اللي هي قالته انا هتصدم. فاللي هو هي فرحتني جدا، و
وحتى بابا اتفرج، اختي اتفرجت، ماما اتفرجت، برضو بيبقى مختلف عن التمثيل عن لما بنتفرج. لا كله كان شوف المشهد بتاعته من بره. الفيدباك كان تحفه تحفه، كل الناس بجد قالت لي كلام كويس قوي انا ما كنتش متوقعه الصراحه، وحتى لما بسمع الكلام بقول هو ده انا اللي عملت كده. عايزه تعملي ايه في اللي جاي؟ انا مش عارفه، بس عايزه يعني عايزه اكسبلور حاجات مختلفه جدا يعني. كاركتر بوسي كانت حاجه صعبه جدا، فدي احسن حاجه ان انا ابتديت بيها، ان انا يعني انا خلاص انا عملت اصعب حاجه ممكن تتعمل، واكيد في اصعب، بس اللي هو عايزه اعمل بقى حاجات مختلفه، حاجات مثلا شبهي بنت في الجامعه، حاجات مختلفه مش عارفه، بس اللي هو اجرب بقى يعني. دي احلى حاجه في التمثيل. يعني موفقه ان شاء الله في ادوارك اللي جايه. شرفتينا ونورتينا، والف مبروك المسلسل. مريم اشرف زكي، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده. ان شاء الله مزيد من النجاح ان شاء الله. كده مشاهدينا خلصت مع حضراتكم حلقتنا النهارده، ودايما نشوفكم على الف خير.